ردود الفعل الدولية والإقليمية لا تزال تتواصل بعد نجاح قمة القاهرة للسلام واللي جمعت قادة العالم لبحث تطورات الأزمة الفلسطينية. خلونا نتعرف مع حضراتكم على أبرز التطورات وأهم ردود الفعل الإقليمية والدولية على الأحداث الأخيرة في غزة وحرب إسرائيل المستمرة. معانا الأستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير أستاذ شادي. يعني نبدأ مع حضرتك، الحرب بتدخل أسبوعها الثالث النهاردة، نبدأ ميدانيا على الأرض بعد 3 أسابيع وانتظار دخول بري وشيك، بتقيم الأمور إزاي؟ السيناريو الاجتياح تم تأجيله ل5 أسباب. أسباب لوجستية متعلقة بتسليح الجيش الاحتياطي في إسرائيل، السبب سياسي لأن في ضغط إقليمي مسببه مصر على إسرائيل بسبب استهدافها للمدنيين العزل، وفي سبب اقتصادي طبعا الكل مدركه بسبب الاستنزاف الضخم جدا للحرب يعني على اقتصاد إسرائيل، وفي بقى أسباب متعلقة بحرب متعددة الجبهات. يعني مصر في القمة الأخيرة، قمة القاهرة للسلام، واستضافتها حتى لرئيس وزراء بريطانيا، مصر قدمت لرئيس وزراء بريطانيا تقدير موقف إن ممكن تتفلت أزمة وتولد حرب متعددة الجبهات سواء في لبنان، في سوريا، العراق وخلافه. فطبعا بقى في ده برضو ضغط دولي على إسرائيل بالتهدئة وإنه بالتروي شوية في المسألة دي. أما في قطاع غزة طبعا في ضربات جوية عنيفة وغاشمة على مخيمات تم قصفها كذا مرة ورا بعض، وده بيحلنا إلى مؤشر مستجد يعني برضو إن بقى في تهجير عكسي. يعني الفلسطينيين اللي كانوا في الشمال وتم دفعهم للنزوح جنوبا رجعوا تاني إلى مخيماتهم شمالا وفي وسط قطاع غزة. فبقت إسرائيل مضطرة لضرب هذه المخيمات كذا مرة في عدة أيام ورا بعض. سبب التهجير العكسي ده هو إن الفلسطينيين خلاص دشنوا بينهم وبين بعض ضمنيا ما يسمى بالمقاومة الشعبية في حالة الاجتياح البري. يعني إسرائيل لو دخلت قطاع غزة تجد فلسطينيين يقاوموهم شعبيا، لأن الإسرائيليين كانوا بيدفعوا إلى فكرة تهجير الفلسطينيين وسط وجنوب عشان الأرض تبقى خالية تماما، لا يبقى في حاجة اسمها مقاومة شعبية ولا يبقى في حاجة اسمها خطف ما بين الأهالي والكلام ده كله. فالفلسطينيين طبعا استدركوا الأمر بسرعة ورجعوا تاني لأماكنهم في شمال قطاع غزة.